حياكم الله. إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى 180 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي. قالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يومياً، مرتفعاً بمقدار 18 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. وأضافت الإدارة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت بمقدار 61 ألف برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه 241 ألف برميل يومياً. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العراق تراجع مرتبة واحدة من بين أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية. وقالت الخزانة إن العراق تراجع بعد أن خفض حيازته من السندات خلال شهر شباط الماضي ليصل إلى المرتبة 30 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الأمريكية، البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي تبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة لجعل المنازل كافة في إسطنبول آمنة من الزلزال خلال 5 سنوات. وقال أردوغان خلال مشاركته في مراسم تسليم منازل ريفية في ولاية غازي عنتاب جنوبية البلاد والمتضررة من الزلزال الأخير، قال إن الحكومة تهدف لإعادة بناء 300 ألف منزل في إسطنبول كل عام للتخلص من جميع المباني التي تشكل خطراً خلال 5 سنوات. وأضاف أن الدولة ستتكفل بنصف تكاليف إعادة بناء المباني الخطيرة، مؤكداً البدء في وضع أسس منازل جديدة للمتضررين في الولايات المنكوبة بعد 15 يوماً من حدوث الزلزال. دعت مجموعة الدول السبع الصناعية إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب لأوكرانيا عبر البحر الأسود. وفي شهر تموز الماضي تم توقيع الاتفاق بواسطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول، ما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود. هذا وتسود المخاوف من عدم تمديد الاتفاق في ظل إشارة روسيا لمعارضته. وفي خبرنا الأخير، توصل مسؤولو الحكومة الألمانية والنقابات العمالية إلى اتفاق بشأن رواتب أكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام، وينهي الاتفاق نزاعاً طويلاً ويحول دون احتمال حدوث اضطرابات شاملة، حيث أكدت وزارة الداخلية الألمانية استيعابها مطالب النقابات بشكل مسؤول في وضع ميزانية صعب على حد قولها. وتم التوصل إلى الاتفاق على أساس اقتراح من المحكمين الذين تم استدعاؤهم بعد انهيار المحادثات بين الجانبين الشهر الماضي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.